لفقرة خليك بأمان اللي مع الشهيد عقيل وعائلة الشهيد عقيل، وبعدها نختم وياكم. الشهيد عقيل هادي عبد الحسين عبيد السويدي استشهد بمنطقة كرغل وسويد، تاريخ استشهاده 30/3/2017، صار له يعني 4 سنوات. الشهيد كانت أمنيته الشهادة، يعني قبل لا يلتحق أو أثناء فتوى المرجعية جاني قال لي إذا استشهد دم بربطيك لا تبكين ولا تصيحين ولا أبد. قلت له والله هذا الحكي مو وقته، كان يقول لا ما تكيفين يجيبوني ملفوف بالعلم العراقي وتتباهين بي. وصدق هو حصل الشهاده وانا حصلت فوق الشهاده، هسه كلها سمينة ام الشهيد. الشهاده مرتبه عاليه لا ينالها الا ذو حظ عظيم، ان شاء الله عقيل عنده حظ عظيم ونال الشهاده، والوطن يحتاج للي يدافع عليه. هو ولدنا من طلعت دفاعا وحبا عن الوطن والعقيده، وهنيئا لهم الشهاده. متزوج؟ متزوج الى 8 اشهر زواج. زوجته عافى حامل اقل الشهر. يعني اجى مجاز التحق الاربعاء الخميس الفجر، طقت حبه على المدنيه منطقه اليوسفيه واستشهد. جابوا لنا اياه بنفس اليوم، ضربته كانت براسه. انا رحت استلمته من المطار طبعا. من جان الخبر عبالي مصوب او غير شيء، انا واخوته وابوه رحنا جبناه من المنطقه من مطار بغداد. اقول الشكر لكم واتمنى لكم دوم تتواصلون هاي الاعمال الخيره الزينه، واحنا شهدائنا همينه مثل ما يقول لهم حق عليكم، وما دام انتم ما ناسيهم وجيد باستمرار زيارات العوائل الشهداء هاي فضل فضل، يعني ما حد ينساه.